تقول السائلة: معلمة من المعلمات غشت في الامتحانات النهائية، وبعد تخرجها تم تعيينها وأحست بالندم وتابت إلى الله، وهي الآن مخلصة في عملها، هل الراتب الذي تتقاضاه حلالا؟ إذا تابت إلى الله وندمت وقامت بالعمل على الوجه المطلوب راتبها حلال إن شاء الله. والغش هذا معصية، ما دامت تابت منها واستغفرت إن الله يغفرها لها. نعم.